السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم وبركة الله دكتور كريزان، مرحبا للا عيشة. يا مصحر الله يبارك فيك للا. يعني ولله الحمد. الله يطول لنا عمرك، اللهم امين يا ربي، بارك الله الله فيك. يحفظك ان شاء الله، الله يكثر من مثالك، اعزك الله للا. الله يخليك تدعي علينا مع سيدنا، لا اله الا الله. الله يخلي بلادنا آمنة، يا ربي يا كريم. دعنا مع الناس اللي محصورين في الهندوس، لا اله الا الله. دعنا مع فلسطين تحرر ان شاء الله، يا ربي يا كريم. دعنا مع سوريا ومع العراق ومع جميع المسلمين، الله اكبر، لا اله الا الله. ان شاء الله يوليهم مسلمين سالمين حنا في بلادنا، لا اله الا يا ربي يا كريم. يعطيهم الإهانة والأطفال المساكين المشردين، الله يجعل الصدر ربي يحفظهم ويعطيهم الأمان في بلادهم. يا رحمن يا رحيم. هذا الشيء اللي بغيت أنا تنطلب، تنصلي ونطلب وتنقول يا ربي يعطيهم الأمان كيما بلادنا، الله يخلي بلادنا مستورة. اللهم امين يا رب. أنا يا عيشة من قليم بني ملال، مرحبا لالا عيشة. وتديري وعيط عليا ونعاود لك باش نوصاني الرسول عليه الصلاة والسلام. صلى الله وسلم يا لالا عيشة. عندي وصاني، لا اله الا الله. من بعد مات الزوج ديالي اياه الحمد لله بس ما وصاني صرت عليه، وكنت فقيرة وكنت كل شيء، وليت نحمد الله خلى لي ثلاثة الوليدات وكل شيء تبارك الله، تنسجد ونطلب الله، تنطلب من المستعان يعيني يسجدوا ويطلبوا الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. يتحقق لالا عيشة، نستفدوا منك لالا، هاد الوصايا اللي شفتيها واش في رؤية منامية؟ شوف اخويا انا يا نعس حدا الزوج ديالي وما زلت ما نعسش، نعم ودخل من الباب صلى الله عليه وسلم لابس صراجية وفيها عقدة من هاد الجهة وفيها عقدة من هاد الجهة صلى الله عليه وسلم، وتدلدل ديك التشامير اللي لابس طويل، وقال لي هاي انا لا قلت له نعم اسيدي، قال لي وتقعد بنيتي راه جيت عندك بغيت نوصل. الله اكبر. تقول لي يا سيدي راجلي حدايا يقول لي، قال لي جيت عندك انت اللي مؤمنه. لا اله الا الله. تقول لي يا سيدي، قال لي شوف يا بنتي عودي قولي لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. تم غادي يعطاني بالصدى وما ماشي بيض اللون ديالو بلش وزين، وماشي بيض اللون ديالو سمر شوية واللحية فيها شوية فيها الشي وفيها الكحل، نعم فيها الزر كحل وفيها شوية شي شوية ديال الجديد، نعم ولحقا لي والتامير في عقدة، ماشي العقدة ديال العقد ديال ماشي دوك العقدات اللي تيكونوا في الجلالب ولا، نعم دوك العقدات البيضاء ديال النيكا. نعم، وبماذا وصاك ايضا؟ باش وصاك؟ وصاني اخويا بهذا الكلام ديال الله سبحانه وتعالى، قال لي عبدك الله وانا نمرض اخويا، مرضت 15 يوم وانا كوما في الصبيطه. لا اله الا الله. ومني خرجنا عندي من البيت واحد الريحه طيبه ونوضت راجلي، ديك الساعه قلت لي موت 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 بعد الرسول عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. قال لي واش قال لي؟ يا قال لي يا قال لي يا اذكر الله وتقول لا ولحنها زوينه لحنها زوينه لحنها، عاودي نسمعها منك للا عيشة، نعاود نسمعها منك مره ثانيه. لا قال لي اذكر الله بنيتي انا جيت عندك راك مؤمنه جيت نوصيك. تقول لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. الله اكبر. قال لي شوف يا بنيتي انا وصيتك وانا مشيت وانا نمرض اخويا 15 يوم حتى قطروا لي في السبيطار. الله الله الله. بداك الفرح وبداك الشيء وانا نمرض. لا اله الا الله. سبحان الله شفت جوج خطرات. هنيئا لك لاله، هنيئا لك. قسمت بالله الا شفتو جوج مرات سبحان الله العظيم، مره شفتو ميت وحيا. نعم. هاكا حيا وناض يخرج في يديه وناض وحيا. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك لاله عيشة، هنيئا لك لاله، هنيئا لك. لا نور فيه، لا نور فيه، سبحانك يا جليل ما شاء الله ما شاء الله، سبحانك يا جليل. وداك الشيء علاش وصاني اني توصلت عليه،
مات لي الراجل وبقيت وحدي وساكنه في واحد البليده غاب وحدي انا والله. وتيجي خوتي تيقولوا لي يلا نديوك الدار، كنقول لهم لا انا ما نمشيش، خليوني هنا مع وليداتي، اللي بغى يعطيني شي يعطيه ليا، واللي ما بغاش يخليني راه حاجه ما توصلني. تيقول لي الدار ديال المقدار غينقض عليك في حتى، نقول لهم انا سماحي الله الله كنامن بالله حتى واحد ما يوصلني، صدق الله العظيم تنسجد ونطلب الله. وجات واحد المراه عدي بالله وشديتها في سبيل الله 15 عام دابا وهي معايا، هنيئا لك. هليت فيها وكلتها وشربتها وتتقابل التلفازة وتتبكي تقول لك أنا ما عنديش الولاد وما عنديش الملك باش نمشي للعمرة ولا للحج. وقلت لي أنا هي بنتك وأنا هي ولدك وأنا هي كل شيء إن شاء الله، كنطلب الله غادي تضيفتك لهذاك المقام إن شاء الله يا رب. أرسلتها في المولود. بارك الله. هنيئا لك للا، هنيئا لك، هنيئا لك للا عيشة، هنيئا لك سعداتك للا عيشة. هذا كله اللي شفتيه، هذا الرؤية المنامية، رؤية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، رؤيته حق. فالنبي الكريم يقول لنا من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. هنيئا لك. وهذه الصورة اللي شفت فيها النبي الكريم تقريبا ما ذكره أهل السير والمغازي في شكله صلى الله عليه وسلم. ومن رآني يقظة في المنام سيراني يقظة، بمعنى أنه سيراه عند الاحتضار وهو مبشر بالجنة. فلا يرى النبي الكريم لأهل النار، يرى فقط لأهل الجنة. هنيئا لك، هنيئا لك. والوصية اللي وصك بها راهي مفتاح الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال لك لحنيها، قلي هكذا باللحن، بمعنى أن أهل الإيمان يدخلون الجنة ويرفعون أصواتهم بالتهليل وهم فرحون وهم سعداء وهم مسرورون وهم في قمة النشوة. لا إله إلا الله، قلها وأنت فرحان، قلها وأنت سعيد، قلها وأنت كلك أمل وكلك تفاؤل. هنيئا لك ألا عيشة. هذا الكلام كله اللي قلته دليل على أنك الحمد لله صرت من أهل الله. هذه مواصفات للأهل الله. أهل الله مش فقط غير الرجال، رحت النساء الصالحات العفيفات الطاهرات القانعات يكونوا من أهل الله، كيعيش غير في القليل وكيبان ليه كثير. الوضعية ديال العيشة وهي صارت أرملة، مات زوجها ومع الأطفال الصغار وفي منطقة شبه خالية والظروف قاسية، ومع ذلك لم تنظر إلى متاع الدنيا، نظرت أن هذه خلوة، هذا المكان فيه خلوة بينها وبين خالقها، خلوة بينها وبين الله تعالى. وهذه هي صفة أهل الله. بارك الله فيك يا للا عيشة. الغريب أن للا عيشة ملي درت واحد الطلب ما طلبتش الدعاء مع نفسها، رغم أنها هي في وضعية صعبة. وهذاك المرض اللي جاك للا عيشة شنو هذاك المرض؟ هذه كتسمى الصعقة ديال أهل الله. أهل الله كتجي واحد الصعقة ملي كيلقى واحد البشارة تفتح له أبواب الملكوت، يصاب بصعقة، وكتلقاه يجلس على الفراش وكأنه غائب، ومنهم من يفقد الوعي كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام لما قال ربي بغيت نشوفك، وربي ملي تجلى ليه غيتصاب بالصعقة. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. صعق سيدنا موسى صعقا حتى بقى 40 يوم هو اللي ميقاتنا، 40 يوم هو يتيه في الارض، تبقيتها 15 يوم. هذه كتسمى الصعقه ديال اهل الايمان، لانه كانه كيشوف حقيقه السر، ربي يكشف له عن السر. هنيئا لك للا عيشه. وللا عيشه ملي طلبت واحد دعوات ما تكلمت على نفسها بان عند الفقر او عند المرض او عند الحاجه. المؤمن من اهل الله صار غنيا بالله، اذا سالته كيقول لك غناية بالله، يشعر بان الله معه ويشعر بان الله يطعمه ويسقيه ويحميه ويكلاه بالعنايه والرعايه. ملي كتسولو كتقول لي اش بغيتي اش خاصك، كيقول لك ما خصني والو سوى الله، ها هو معي. واذا دعا يدعو مع الاخرين بالخير. وشوف للا عيشة يبدو بأنها إنسانة بسيطة وكتعيش في عالم قروي في البادية، ومع ذلك الهمة ديالها عالية، همة عالية. دعات
طلبت الدعوه بمجموعه من الاشياء، طلبت بجلاله الملك اولا، ثم بالناس ديال تندوف المحاصرين، ثم بضحايا فلسطين وبسوريا والعراق وكل المسلمين. يعني ده كلام عظيم جدا. طلبوها بالدعاء لامير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه. هذه فيها روح المواطنه وروح الصفاء وروح الوفاء. وفعلا كان الصالحون، كان الفضيل بن عياض يقول لك لو كانت لي دعوة صالحة لجعلتها لسلطان البلاد. فقالوا لي لماذا؟ قال لي أن بصلاحه يصلح شأن الجميع. فنسأل الله تعالى لسلطان المحبوب الصحة والعافية وتمام الصحة وتمام العافية. نسأل الله تعالى أن يطيل عمره، نسأل الله تعالى أن يوفقه للخير والبركة، نسأل الله تعالى أن تقضى حوائج الناس على يديه، نسأل الله أن يقر عينه بوليد المحبوب المولى الحسن وينبته نبتا حسنا وكافة أسرته المباركة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. وكذلك الناس المغاربة الأحرار اللي هم محاصرين الآن في تندوف، مغاربة دم والحم بالوطنية الصادقة ديالهم، ولكن الحسابات السياسية الضيقة ديال بعض الزعماء الوهميين صاروا الآن محاصرين في أقاليم تندوف. وشوف لالا عيشة من مني ملال في عالم قروي وكتعيش نور الإيمان وكتفكر في هاد خوتها اللي هما الآن محاصرين. احنا الآن الحمد لله كنا ننعم بالأمن والأمان، بالحرية، بالخيرات، بالبركات، لكن فعلا نكاد ننسى إخوانا لنا في الدين وفي الوطنية محاصرين في مخيمات تندوف، مخيمات العار. نسأل الله تعالى أن يفك أسرهم، ونسأل الله تعالى أن هذا الرئيس الجديد الذي تم انتخابه بالجزائر الشقيقة تكون له واحد نية صادقة لكي يبدأ صفحة بيضاء مع المغرب. فعاهلنا المفدى قد هنأه بهذه المناسبة دي الفوز، ومد يده الكريمة له بالمصافحة لنبدأ صفحة جديدة وننسى هذه النزاعات الوهمية. فكلنا إخوة، كلنا نشهد أن لا إله إلا الله، وكلنا نشهد أن محمد رسول الله، وكلنا لنا نفس القبلة ونفس الكتاب ونفس النية ونفس الهم. فنسأل الله تعالى أن يزيل هذه الحسابات الضيقة من القلوب ويجمع شملنا على كلمة سواء. كذلك لالا عيشة لم تنسى المستضعفين في أرض فلسطين. وفلسطين وما أدرك ما فلسطين، اللي هي أولى القبلتين، فيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، فيها القدس الشريف القبلة الأولى للمسلمين. قبل ما تكون الكعبة المشرفة كان الناس يتجهون في الصلاة لبيت المقدس في فلسطين، وفيها أرض المعراج التي وقع النبي الكريم بيديه الكريم برجليه الكريمتين صلى فيها مع الأنبياء والمرسلين. أما هم فلسطين وما أدرك ما فلسطين المذكورة في الكتاب العزيز، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، الذي مبارك هذا البيت. فنسأل الله تعالى أن يفك أسر فلسطين وأن يفك أسر بيت المقدس، ونسأل الله تعالى أن يتولى الأيتام والأرامل والمستضعفين هناك، وأن يكون لهم وليا ونصيرا، وأن يؤيدهم بجنده، فإن جند الله تعالى أقوياء في السماء وفي الأرض. ونسأل الله تعالى لكل أصحاب الهمم العالية وأصحاب القلوب الطاهرة النقية أنهم يتعاونون على إيجاد حل حقيقي لمشكل فلسطين، وأن صفقة القرن تبوء بالفشل، أن هذا البيع والشراء في أرض فلسطين المقدسة تبوء بالفشل. وأسأل الله تعالى أن يقيد لها رجال أفداد يؤمنون بالإنسان وكرامة الإنسان وحقوق الإنسان وحرية الإنسان وعزة الأوطان، فتعود فلسطين كما كانت معززة مكرمة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. ولم تنسى أختنا عائشة سورية، وما أدرك ما سورية، التي فيها دمشق والتي فيها المآثر الإسلامية، أرض الصالحين وأرض الذاكرين وأرض الأخيار وأرض الأبرار وأرض الجمال وأرض البهاء. صار الدمار الاستكبار العالمي خطط عن بعد
وكان هدفه أن يمزق شملة المسلمين ووحدة العرب، وكان هدفه أن يثير العداوة والبغضاء والنعرات الطائفية، وقد نجح نجاحا كبيرا. الآن سوريا تراجعت 50 سنة إلى الوراء لكي تعود يلزمها 100 سنة إلى الأمام. دمار وخراب في كل مكان، ولكن الله تعالى يبعث الموتى من القبور. نسأل الله تعالى أن يعيد سوريا إلى سابق عزها وإلى سالف مجدها. ولم تنسى للا عائشة العراق، وما أدرك ما العراق، هذه البلدة الطيبة، بلدة العلماء وبلدة الفقهاء، بلدة الإمام أبو حنيفة النعمان وأبو الحسن الشيباني وغيرهم من كبار العلماء الأجلاء الذين أغنوا المكتبات الإسلامية بمصنفات في الفقه وفي العلوم وفي غيرها من المباحث، وفيها الخيرات والنخيل والبلح، وفيها الشعراء والأدباء، وفيها الكثير من العطاء والنعم. العراق فيها واد الفرات، وهو ينبع من الجنة، ينبع من أنهار الجنة نهر الفرات، لأن بجانب وادي النيل في مصر أيضا ينبع من الجنة. هذه البلاد الإسلامية الآن صارت كلها مهدمة، كلها مخربة، وصنعوا فيها كيانات للتطرف وللأصولية، تعشق الدماء وتعشق التفريق وتعشق الدمار والخراب والعياذ بالله. وقد نجح الاستكبار العالمي فيما أراد، وصار العالم العربي هكذا مشردما، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. غيجمع عليكم الأمم بحل القصعة ديال الكسكسو ملي كتحط فيها طياب وفيها بقى سخونة، الأيادي والأفواه الجائعة تمتد إليها. تتكالب عليكم الأمم كما تتكالب الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يحبب الله إليكم الدنيا ويزيل منكم حب، أعطاكم حب الدنيا وكراهية الموت والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. كنشكرك للا عائشة على هذا الإحساس النبيل، الإحساس بالوطنية والإحساس بالعروبة والإحساس بالنزعة الدينية والانتماء للأمة الإسلامية. أسأل الله تعالى أن يحفظك ويرعاك ويبارك فيك ويجعلك من أهله وخاصته، اللهم آمين يا رب العالمين. شكر الله لك. وغنقول لكم أيها الأحباب الكرام، للا عائشة راهي ولي من أولياء الله في بني ملال، بني ملال وما حولها ركينا واحد الولية اسمها للا عائشة، الله يجعلها نور على نور وبركة على بركة وتيسير على تيسير.